الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. يعطي بحكمة من يشاء، ويمنع بحكمة عمن يشاء. ويقول سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. ويقول سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نسألك أن تجعل رزقنا رغدا، ورزق بلدنا رغدا، وأن توفقنا لما يرضيك عنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فعلينا أن ندرك أن الأمر كله لله، لا رد لفضله، ولا معقب لأمره. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي أن نذكر النعمة وألا ننسى المنعم. وقد استمعنا فيما استمعنا إليه من سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. لم يقل زرع الرجل النخل، لأن الذي أنبت والذي أخرج والذي أعطى والذي منح والذي حف بالنخل هو الله. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فهو الذي جعل الجنتين،
وهو الذي أنبت النخل، وهو الذي أخرج الزرع. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي آتت ثمارها كاملة ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. ولكن الإنسان كعادته، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فكانت العاقبة له بالمرصاد، فلا يغتر أحد بالدنيا مهما أعطته ومهما تزينت له، لأن الله يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فاذكر النعمة ولا تنسى المنعم أبدا، فما أنت إلا عبد ضعيف ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله. يدور حديثنا حول نقطتين: ماذا بعد الحج؟ العبادات مقصودة لذاتها ولحكم أخرى. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. في صلاتكم وفي سعيكم وفي حياتكم، ولا تغفلوا عنه طرفة عين لعلكم تفلحون. والعبادات إعداد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إعداد الرجال، إن لك في النهار سبحا طويلا. فإذا كان الليل في خلوة مع الخالق فالنهار لعمارة الكون وعمارة الحياة. فالإسلام هو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، هو عمارة الدنيا بالدين لا الانفصام بين الدنيا والدين. والحج أيضا مدرسة أخلاقية وتربوية عظيمة، ولعل من أهم الدروس التي نتعلمها والتي تعلمناها والتي ينبغي أن تستمر معنا من مدرسة الحج: قضية التسليم المطلق لله، قضية تفويض الأمر لله، قضية الوقوف عند حدود الله، قضية تعظيم شعائر الله، قضية تعظيم حرمات الله، حيث يقول الحق سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله لا يستخف بها ولا يستهين بها ولا يتطاول عليها ولا ينال منها ولا يتعرض لها بما لا يليق أن يتعرض لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا جئت إلى بيت الله ودخلت بيت الله فاحفظ لبيت الله حرمته واحفظ له حدوده،
ولا تتحدث في بيت الله بما لا يليق، وعليك أن تلزم الأدب والسكينة في بيت الله كما تلزمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيت الله وهذا بيت الله. وجد الإمام مالك رحمه الله رجلا يرفع صوته في مسجد رسول الله فقال: يا هذا، تأدب في مسجد رسول الله فإن حرمته ميتا كحرمته حيا. وكان الإمام مالك إذا اقترب من مسجد رسول الله خلع نعليه وقال: نستحي من الله أن نطأ مسجد رسول الله بنعالنا. هذه حرمة الله، وكل المساجد بيوت الله. فإذا دخلت بيته فعظم شعائره وعظم حرمات الله عز وجل. أيضا أنت في عرفة وفي منى وفي المزدلفة وفي المسجد الحرام وفي السعي والطواف عليك أن تعظم حرمات الله. وعندما تحدث المفسرون عن حرمات الله ذكر بعضهم عرفة والطواف ومنى والمشعر الحرام وكل حرمات الله. فمن حج ولم يعد إلى بلده وقافا عند حدود الله فما حج ولا اعتمر ولا استفاد بحج. فمن علامات قبول الطاعة الطاعة المترتبة عليها. فإذا عاد الحج قانتا مخبتا عائدا إلى الله تائبا نائبا صادقا يحب الخير للناس فقد هذه علامة من علامات القبول. أما إن عاد كما ذهب فأمره إلى الله وعليه مراجعة نفسه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، من هم يا رسول الله؟ أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخم ويخاف من الله مع ذلك؟ قال: لا يا بنت الصديق، هو من يصلي ويصوم ويحج ويخاف الله ويخشى عدم القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم خاشعة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فسيأتي اليوم الذي يقال فيه: وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالعاقل من أخذ من يومه لغده ومن دنياه لآخرته وأسلم الأمر كله لله واضعا نصب عينيه قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وليس الملك المقصود به أعلى سلطة الحكم فحسب، لا، كل إنسان أطاه الله موقعا أتاه ملكا محدودا قادر على أن يعطيه إياه وعلى أن ينزعه منه. فالعملية عملية نسبية، كل من ولي أمرا من الأمور فهو مسؤول عنه. من ولي أمر عشرة من الناس فما فوق ذلك أي مسؤولية؟ جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو بقه أي أهلكه اسمه أي ظلمه. فالمهنة قل اللهم مالك الملك
كل منا يطبقها على نفسه، ايا كان النعمة التي اتاك الله اياها، سواء كانت جاها او سلطانا او مالا، لان الملك هنا لا يقف عند الحكم، والا لقل تؤتي الحكم من تشاء وتنزع الحكم ممن تشاء. يؤتي المال او الصحة او الولد او الوظيفة او الضاجة او الترقية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء انت وحدك، وتنزع الملك ممن تشاء انت وحدك، وتعز من تشاء انت وحدك، وتذل من تشاء انت وحدك، وباسلوب القصر بيدك الخير انت وحدك، انك على كل شيء قدير، وغيرك قدراته ناقصة، القدرة الكاملة لله وحده. ولذلك قالوا من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا زل ولا ضل ولا مل ولا اختل، لأنه اعتمد على القادر الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله أن يرزقنا صدق الإيمان وحسن التوكل عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. لعل من أهم الدروس التي تعلمناها من الحج، سواء من حج أو من تابع، أنه رحلة قصيرة إلى الله عز وجل تشبه الرحلة الآخرة. فعندما يخرج الإنسان إلى الحج يتجرد من المال والولد وربما الأهل، ويبدأ بدعاء السفر: اللهم إنك أنت وحدك، حتى لو كانت الدنيا كلها أصحابا، اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، تكل أمورك إلي. وفي رحلة الآخرة لا تستطيع إلا أن تكل أمورك إلي، فهو وحده الخليفة في المال والأهل والولد، يحفظ من يشاء بما يشاء. ثم إذا ما لبست ملابس الإحرام البيضاء التي يتساوى الناس فيها، لا فرق بين غني وفقير، ولا كبير وصغير، ولا عظيم وغير عظيم، يقف الخلق أمام الله يذكرك هذا بلحظة الانتقال إلى الله، والجميع سواسية في لباس الكفن الأبيض. ولكن هناك فرق بين لبس الإحرام وبين لبس الكفن. ملابس الإحرام قد تبقى معك، أما الكفن، حتى الكفن فإلى فناء. وهناك من يقول لن نأخذ منها، أي من الدنيا، إلا الكفن. حتى الكفن الذي تأخذه معك لن يبقى معك، لأن الله يقول ولقد جئتمونا فرادى. كل إنسان وحده، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كما ولدتكم أمهاتكم وتركتم ما خولناكم ما أنعمنا به عليكم من المال والأهل والولد والدنيا والسلطان كل ذلك قد ترك وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ثم ويقول سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا من الله ويقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا الدنيا وحدها أما الدنيا لنصل بها إلى الآخرة نعمر الدنيا باسم الدين نعمر الدنيا باسم الآخرة أما الدنيا على حساب الآخرة على حساب الإيمان على حساب الصدق على حساب الأخلاق على حساب القيم الدنيا ليست مرفوضة في حد ذاتها دورنا بل نحن مطالبون أن نأخذ بأقصى الأسباب وأن نجتهد في الأسباب وأن نعمر الدنيا بالدين لا أن نطلقها خطأ كما تفعل الجماعات الضالة باسم الدين الدين عمارة الحياة ولكن أن تكون عينك على الآخرة أما أن تغفل عن الآخرة وتصبح الدنيا همك الأوحد فاستمع إلى قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولا تظنن أن الآخرة عنك ببعيد فتغتر بشبابك ولو كنت في عنفوانه فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا جميعا وينبهنا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه من أن يميل فيربط حذاءه والنار مثل ذلك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك حتى لو عشت فلن تعيش كنوح وحتى إن عشت كنوح وأكثر منه يا نوح كيف وجدت الدنيا كرجل بنى بيتا جعل له بابين دخل من باب وخرج من الآخر ونقول لحجاج بيت الله ومن شاركوهم رحلة الإيمان لا تنتهي بالحج وبخاصة إلى أغنياء القوم ومن وسع الله عليهم أنت أديت الحج وتقربت إلى الله وقضيت وطرك فأمامك مهمة لا تقل جلالا ولا كمالا ولا ثوابا عن ثواب الحج فإذا كان بعد الصلاة يقول رب العزة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نقول للحاج عدت من الحاج أمامك إطعام الجائع هل تعلمت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أمامك إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض وقضاء حوائج الناس وعمارة الأرض زراعة وتجارة
وصناعة وإيجاد فرص العمل لنعمر دنيانا بديننا فنربحهما جميعا. أسأل الله أن يوفقنا لذلك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلطها على قلوبنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن أهل النار وما يقرب إلى النار من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بفضلك لا بأعمالنا أن تدخلنا الجنة بغير عذاب ولا مناقشة حساب، وأن تسقينا عند الحوض شربة بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.